ده ويمكن كلمه تنسيقيه شباب الاحزاب بنسمعها طول الوقت، وممكن قوي اللي يبقى يعني متابع سياسه ويعني عايز يعرف اكتر بيبقى عنده فكره، لكن الشعب المصري معودنا دايما حتى لو احنا مش سياسيين قوي ومش مهتمين بالسياسه الا اننا بننزل وبندلي باصواتنا وحرصنا الشديد لتواجدنا في صفوف الانتخابات. اللي مش سياسيين عايزين يعرفوا اكتر عن تنسيقيه شباب الاحزاب وايه دورها في الانتخابات. هي تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ببساطه هي منصه حوار بتجمع مجموعه من الاحزاب بمختلف توجهاتها من اليمين الى اليسار. احنا مكونين من 27 حزب ومجموعه من شباب السياسيين. هدفنا ان احنا بنوصل لمساحه مشتركه ما بين كل ارائنا المختلفه، ما بين المؤيد والمعارض، بنوصل في النهايه لمساحه مشتركه بنقدر نتواصل بيها ونطرحها في سواء كان في الاعلام، سواء كان في قوانين بنقدر ندخلها البرلمان، او من خلال مبادرات بننفذها في الشارع. فهي منصة حوار رئيسية ما بين كل الشباب وخاصة الشباب المهتمين بالعمل السياسي والحزبي. ده باختصار جدا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. التنسيقية منذ بدايتها وهي بتعمل على مجموعة من الأفكار والأهداف اللي هدفها الرئيسي خدمة الوطن. احنا منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 عام الشباب واهتمامه بالشباب في الفترة اللي فاتت، وده ملحوظ من القيادة السياسية والحكومة بكل يعني الدولة كاملة اهتمامهم بالشباب في هذه المرحلة. فإحنا شفنا ان احنا على عاتقنا ان احنا نكون الظهير القوي للدوله المصريه، وان احنا نتحمل عبء ان احنا نتكلم في القضايا الهامه، وان احنا نوصل للمساحات المشتركه ما بين احزابنا على مختلف توجهاتهم كاملا، ونقدر نطلع بمقترحات. على سبيل المثال يمكن في البدايه كان اول حاجه عملتها تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بعد يعني اعلانها وتدشينها رسميا كان التواصل مع لجنه العفو الرئاسي ل العفو عن بعض الشباب اللي على ذمة قضايا سياسية، وده حصل بالفعل. اشتغلنا بعد كده على مجموعة من الأوراق الهامة اللي بتدخل كمقترحات للقوانين من خلال مجموعة من السادة النواب الشباب، وقوانين هامة على كافة الأصعدة بتمس المواطن المصري في كل مراحل. انتوا أعضاء في مجلس النواب؟ احنا عندنا منضم لينا شباب من سياسيين وهم وشباب أحزاب وهم نواب فعلا في البرلمان. بالفعل هم حاليا هم عندنا. طب ايمان انتوا عندكم ايضا مرشحين في الانتخابات، انتخابات مجلس الشيوخ؟ احنا تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين رشحت خمسه من شباب التنسيقيه ذوي الخبرات والملفات الهامه، يحملون على عاتقهم الكثير والكثير من المهام. بنسميهم جيل الوسط، احنا كلنا يمكن جيل الوسط اللي عايش تجارب الثورات اللي مرت علينا و عايش فرحة استرداد الوطن لينا بعد ما فترة من الزمن ما كناش لاقيين نفسينا أصلا. لكن عايز أعرف أكتر بقى، احنا طبعا مش هنقول أسمائهم لأن في صمت انتخابي طبعا. والكلمة دلوقتي في إيد الناخب، لكن الخمسة دول يا إيمان بيبقوا في قوائم حزبية ولا بيبقوا مستقلين؟ لا، احنا الخمس شباب اللي من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين موجودين ممثلين عن احزابهم وعن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين داخل القائمه الوطنيه من اجل مصر. موزعين على ثلاث قطاعات، عندنا في شرق الدلتا، عندنا في القاهره، وعندنا في وسط وجنوب وشمال الصعيد. اثنين واثنين وواحد في شرق الدلتا. كام ست؟ كام بنت؟ احنا بنختار باصحاب الملفات والاكفأ ان هو يكون في هذه المرحله. لكن انا عايزه اقول لحضرتك ان التنسيقيه فيها كوادر نسائيه عظيمه. ما انت معانا اهو. ربنا يعز حضرتك. ما رشحتيش نفسك ليه؟ ان شاء الله باذن الله في خطوه قادمه، يعني لازم نكون على استعداد لان زمايلنا لديهم الخبره والكفاءه والالمام بالملفات الاقتصاديه الهامه والملفات السياسيه المطروحه على الساحه، الى جانب ان هم اصحاب تجارب مهمه جدا في الحياه السياسيه. ويمكن لان احنا بنختار من يمثلنا، احنا زمايلنا 40 سنه وبالظبط يمكن 40 41، على اساس ان احنا بنجيب الشاب
ذوي الخبره والكفاءه. وده التزامك بكلمه السيد الرئيس. ولازم يكون معدي 35 سنه بالظبط، لان ده الشرط الرئيس. احنا بنلتزم بكلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال ان التمكين للشباب مش ان انا اجيب اي شاب، لا لازم اجيب الشاب المؤهل اللي يستحق. واحنا عندنا التجربه كمان في تنسيقات شباب الاحزاب والسياسيين في الجانب التنفيذي، احنا عندنا 6 نواب محافظين موجودين في الهيكل الحكومه وابدوا جدارتهم في الجانب التنفيذي بصوره جيده. فالتنسيقيه بتدعم في كافه المجالات شبابها المؤهل لذلك المكان بعد اعداد يعني قوي، لان احنا دائما في مراحل اعداد وتدريب وتاهيل في كل المجالات. طيب ندخل بقى الناس، يمكن مجلس النواب معروف ان هو مجلس بيبقى قائم على التشريعات، بيبقى فيه خدمات للمناطق المختلفة. ايه الفرق وايه مجلس الشيوخ؟ انا عارفة هو قبل كده كان اسمه مجلس الشورى، وكنا متعودين من مجلس الشورى ان يبقى فيه العلماء لان هم دول اللي بيدوا المشورة السديدة فعلا للمسؤولين في الدولة وفي الحكومة وللرئيس ايضا. فايه مجلس الشيوخ بقى مهمته ايه؟ احنا افتقدنا مجلس الشورى بالتعديلات الدستورية السابقة. صح. وأصبحنا في مصر أصحاب غرفة برلمانية واحدة. صح. بالتعديلات الدستورية الأخيرة وإحنا كشباب تنسيقية كنا مدعمين لهذه الفكرة، أنا كعضو تنسيقية وكحزبي حزب الشعب الجمهوري كنا نأيد فكرة وجود الغرفة الثانية من البرلمان وهي غرفة مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ هو غرفة تكاملية لمجلس النواب، يعني هو بيكمل مجلس النواب في الموضوعات الخاصة التي تتعلق بالمواطن المصري في كافة مناحي الحياة. ذكر الدستور المصري مجموعة من الاختصاصات لمجلس الشيوخ من في المادة 248 من الدستور المصري، وهذه المادة تتعلق باختصاص مجلس الشيوخ وهو توسيد عائم الدولة المصرية، احترام الحقوق والحريات، تفعيل النظام الديمقراطي اللي هي الأسس اللي بتبنى عليها أي دولة ديمقراطية. فدي من خصائص اللي بيختص بيها مجلس الشيوخ ويقدر يصدر بيها لنا مقترحات، الى جانب ان في الماده 249 من الدستور المصري ذكرت لمجلس الشيوخ مجموعه من القوانين التي تحال اليه ولا بد من اخذ رايه فيها. وهذه القوانين مهمه للغايه. على سبيل المثال القوانين المتعلقة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور أو المواد المكملة للدستور المصري، هذه لابد أن تطرح من على مجلس الشيوخ ويؤخذ رأي أعضاء مجلس الشيوخ بها. من القوانين الهامة المصالحات والمعاهدات الدولية التي تتعلق بالسيادة المصرية لابد من أخذ رأي مجلس الشيوخ قبل إصدار القانون من مجلس النواب أو الاتفاق على المعاهدة، لأن حضرتك بتقولي كلمة مهمة جدا إن مجلس الشيوخ هو مجلس الحكماء، هو مجلس الخبراء، هو مجلس المهتمين بالقضايا، هو أصحاب التخصصات في ملفات هامة في الدولة. صح. لابد يعني فكرة السن مرتبطة مع المؤهل الجامعي، أعتقد إن في شرط في الدستور نص عليه في 251 في الدستور المصري على شروط الترشح مجلس الشيوخ وهو ألا يقل عن مؤهل الجامعة. لماذا أو ما هذا يعادل أو ما يعادل؟ ففي هذه الحالة هذا الشرط بيرى كفاءة التعليم، يرى الخصائص الهامة. إلى جانب أنا بالنسبة لي شايفة أن عندي التقسيمة في مجلس الشيوخ إلى 3 أجزاء. بالاقتراع السري المباشر عندي القايمة والنظام الفردي 100 و100، وعندي 100 الأخيرة مختص بها السيد رئيس الجمهورية، وذلك لاستكمال أهم الملفات. إذا كان في من بعض الأعضاء لا يوجد من يمثل الجانب الاقتصادي بصورة قوية، من يمثل الجانب يعني الاجتماعي، هو رمانة الميزان بالزبط. زي ما بنقول هو يعني اختيار السيد الرئيس هو اللي هيعدل الكفة. لو لقى مثلا أن عدد السيدات أو عدد الشباب أو عدد الأقباط أو عدد يعني أيا كان بنتكلم على إيه، فممكن جدا الرئيس طبعا هو بيراعي كافة الفئات، بيراعي كافة التخصصات، بيراعي كافة المجالات اللي موجودة والذي يحتاج إليها مجلس الشيوخ لكي يصدر هذه القوانين بصورة يعني تناسب شخصية الدولة المصرية وقوتها، لأن احنا بندخل في حاجات تصل لمعاهدات دولية وحاجات تتعلق بالسيادة المصرية.